لو الحكاية فيها إن فيتو. أنت بيتك اللي جنب البيت بقالك قد إيه ساكن هنا؟ أنا؟ أنا 38 سنة. امتى عرفت ان هنا في حفر على الاثار او في بدا من زمان بيبحث ويعمل يبحث ويعمل يبحث ويعمل بس المشكله ان احنا ما بنمسكش حد هي دي المشكله المشكله هنا الله اعلم ايه السر بس لغايه اخر مره ده جيب كام يوم دي الساعه 1:30 بالليل او الساعه 1:30 دخل هجم على البيت انا لقيت برضه حد بس هذا المكان ايه شغالين فيه ايه هو الشوب الله اعلم طب ده في ايه هنا يلا بيقولوا ان هنا في سجان مش عارف ماشي الهرم الكبير او مش الهرم برضه جوه في علم ربنا وانا ما اقدرش اكتب حاجه انا ما اعرفهاش مهما كان انا شغال ايه كنت بتشوفوا ناس غريبه بتيجي او الشارع كله اغراض يعني الشارع هنا معلش اغراض في تجار محضر وفي اللي بتاع البرشام واللي شارع بص ده شارع متفرع موصل لغايه ابو الهول يعني سكه ابو زيد كلها مسالك عشان خاطر اقول لك ما في ناس كتير هنا بس هل دخلوا البيت ده؟ انا ما شفتش وانا لغايه دلوقتي بقول لك انا موظف ومكلف من الشغل عندي ان انا امسك البيت ده ولو شفت صاحبه انا هسميه وبناء على الحته بتاعته شباب الحته واقفه معايا يعني احنا عاملين كمين خلي بالك احنا مستنيين يعني في كمين معمول مش نازل طب انتوا تعرفوا مين صاحب البيت ولا برضه مش عارف هو الخالد اسمه محمود بس ما اعرفش اسمه محمود ايه كل اللي يقوله ده اسمه محمود اسمه مش عارف ايه ما حدش فاهم له بقاله قد ايه البيت تقريبا ما حدش ما حدش ساكن فيه البيت ده بقاله بالظبط بتاع سنه وايام سنه وشهر كان في شخصيات مثلا كنت ممكن بتشوفوها كده حد مثلا شخصية مهمة حد أجانب حد يلا بص هنا المنطقة دي منطقة سياحية انت ماشي بخواجة هتقول انت مين؟ ممكن يكون جاي ومعاه زبون هيركبه خيل ولا يطلعه بالصوت والضوء ولا حتة هتقول له انا معرفش لو كان بيجي حد انت ما تعرفوش لان هو ما بيجيش انت الحتة هنا ديت تعالى الساعة 10 بالليل مش هتلاقي حد هنا طيب الشخص اللي هو اشترى البيت ومحدش عارفه ده اكيد بيبقى في حد من المنطقه معايا يعني حد من المنطقه بيجيب الناس بيتابع العمال بيباشر ولا هي دي النقطه مين اللي بيجيب الناس مين هو يعني انا سمعت اللهو الخفي انا سمعت ان كان البيت بيتقفل على الناس من بره هم جوه وهو بيتقفل عليهم من بره يبقى القفل مقفول سمعنا القصه دي كان بياكلوا ازاي كان بيخرجوا ولا كان بيباتوا في البيت لا بياكل والله اعلم عشان ما اكذبش عليك برضه اقول لك بيبات ولا لا لان انت بيت ضلمه واحده حاطين لك ستاره كان محطوط ستاره مسطوط ستاره ولا شايف نور منور والبيت مهجور وكده انا كنت بص الارضيه بتوضع اهي مين اللي يدل ان انت هتبقى ماشي كده بيت اهو الشباك ده مفتوح هتعرف ازاي الشباك هنا مفتوح طب دول بيناموا ازاي اولاد الاجلسه دي هتعرف ازاي معلش انا لو ماشي دلوقتي الست دي اهي ماشي لو انت ماشي لو بتعرف تروح دلوقتي ما حدش يعرف احنا نجيب الباب عشان نشوف في حد فيه ولا لا نيجينا ستاره محطوطه من اول الحته دي لاخر الحته دي قبل الشرطه قبل الشرطه ما تيجي بعد الشرطه لا قبل الشرطه ما تيجي قبل الشرطه ديت انت عملت كنت شاكه يا حاجه ان في حاجه جوه في واحده بطانيه بتاع الست دي احنا بندور على البطانيه طيب قلنا ايه يمكن حد هدفع ولا حاجة هنا ولا زج فزجينا الباب من هنا كان في حتة مفتوحة من هنا قعدنا نزق فيها ايه كده بيجينا اللي هي الستارة ايه من اول هنا والاخر هنا قبل الباب ما نعرفش احنا بقى مين اللي جوه هما بيجوا الساعة 3 بالليل والناس هوس والله مشكلتهم ان هما بيجوا ويفازوا بدري يمشوا بدري فاهم؟ وفي ناس بيقعدوا مع الكراسي تحت عشان تديهم الويت ويروحوا نقطين الله اعلم مين هما دول الله اعلم وده فساد للبلد يعني احنا مش عايزين اكتر من البلد بتاعتنا تبقى فوق مش عايزين الحرامية تبقى فيها ما خلصت الشال يا اختي والله انا عشان الحرامه دي كله هنا ما هي المشكله العقبه زي ما انا قلت لك ان احنا عايزين نمسك صاحب البيت مين هو صاحب البيت ده
طب انتوا بعد ما عرفتوا ان في هنا سرداب موصل او في ممر موصل لهرم خوفو، كنتوا قبل كده عارفين حاجه زي دي ولا اول مره تعرفوها؟ بقول لك بقالي 38 سنه هنا، اعرف ان دي كلها مغارات، لكن سرداب وكلام من ده والله اعرف، لان انا راجل مش بعصاب بتاع بعصا ولا راجل كده، انا راجل شغال بس معرفش اي حاجه اي حاجه. كل واحد ليه يعني، انت ما يعرفش انت تيجي تقول لي فتحت الباب، احنا ما شفناش الفتح ده الا لما الحكومه كسرت الباب وفتحته، واللي جوه راح ماشيين خربوا، ما حدش اتقبض عليه، ما حدش اتقبض عليه. انا بقول لكم تحت يقولوا الو يطلع ويجي في لهوه، مين هو اللهوه الخفي يعني؟ هم قبل الحكومه ما تيجي كان هم مش اكيد بيجروا بيكون جريوا. طب هما بيجروا انتوا ما بتشوفوش ناس بتجري غريبه في الشارع بتشكوا؟ الساعه 3 بالليل يا ابني بتبقى نايمين، احنا بنسمع الدب تحت دماغنا ما بنقدرش نتكلم يعني. هما قبل ما يجوا بيبقى في حد من قاعد على الشوارع يقول لهم ان في نادرجيه، ما بتبقى نظام نادرجيه يا عم شغل. بص بقى ازاي خراب اللعبه دي، بتبقى لعبه ناس كبيره من الاخر. انا بجيب لك على بعض مين هو اصل، انت ما تجرؤش ولا انا اجرؤ ولا اي حد، انت غلبان. بس الناس هنا عارفه في الشعب بتاعنا احنا ان هو جاهل، ليه بيضحكوا عليهم؟ ليه الدجال ده بيضحك عليهم؟ ده بيتك ده فيه كنز بيملي وراه. طبعا يا فرحه الراجل غلبان يعني، معلش ما هي لو الدوله تعيش الناس الغلابه دي في خير، معلش ماشي هتلاقي كله مرتاح وكله بيحبوا بعض ولا حد يفكر. طب معلش انا بقالي 38 سنه عمرنا ما فكرنا نفكر نفحت في الاثار، عندي 27 سنه مش عارف ايش معنى فتحت الاثار ده دلوقتي من بعد الثوره، ولا في شغل ولا في مشغله ولا عارف اتجوز. فالناس بتيجي لهم تستغلهم النقطه دي ان هو حد هي دي الاستغلال بقى، بيضحكوا على الشعب الصغير الناس الغلابه. انا بقول لك انا كده يعني، انا بقول لابني يوم حد الله ما بيننا وبين الحرام، لان ابني شغال في الهرم ده فبالهو، فما فيش شغل دلوقتي يعني. هي دي النقطه، المشكله ان انت يعني تيجي واحد انت معاك دلوقتي معاك فلوس بتجري في سراب، الله اعلم بقى انت شغال ايه او مسنود من مين، الله اعلم. وتيجي تقول لي خد بيتك ده، كان عارف ان بيتك ده ما يجيبش 60000 جنيه، وتيجي تقول لي خد 150000 جنيه، هعمل ايه؟ قبل كده لما جم من 3 سنين وقبضوا على الناس اللي في نفس البيت، بعدها شفتوا ناس تانية بتيجي غريبة؟ راقبتوا البيت؟ ركزتوا مع البيت ولا كان بالنسبة لكم عادي؟ لا بالنسبة لنا احنا مالناش دعوة، اصل احنا بص احنا هنا يا ابويا كل واحد في بيته، هنا منطقة كل واحد على بيت واحد، هي ساعة المشكلة تلاقينا كلنا واجب يعني، هنا الحتة هنا في مشكلة تبقى ايد واحدة غير كده كل واحد. لا انا اقصد ان انتوا خلاص البيت ده معروف ان هو مثلا بقى فيه اثار او في ناس بتفتحها اثار، ما شكيتوش ما حاولتوش تركزوا مع ناس غريبه البيت لما اتباع تاني ده؟ ما يابا بص اصبر لك على حاجه، المشكله هنا البيت ده في يد خفيه برضه، في يد خفيه مين هي؟ طب انتوا تتوقعوا ان دي اخر مره هيبقى فيها الشرطه تيجي؟ ربنا المستعان، انت تريد وانا اريد والله يفعل. لا اصل هو جه مره قبل كده ومره تانية ولسه اللي انا عرفته ان يبقى الحال كما هو عليه الوحيد لما يجي صاحب البيت. صاحب البيت ده جه امتى بقى؟ جه النهارده، جه بكره، جه بعده، بس البيت ده اخر مره خلي بالك حد هيخش ازاي، دي بتاعتنا احنا بقى بتوع الشارع بالاهالي ولا كقانونيا؟ الاهالي وان شاء الله الشرطه تبقى معانا والاصل هتبقوا مرتبينها احنا بقى مع بعض. المره اللي فاتت لما جم والشرطه وقبضت على الشخص كان صاحب مالك البيت اللي قبل ده، بعد كده الاثار جت او الشرطه جت تبعت البيت ولا خلاص قبضوا على الراجل وخلاص؟ قبضوا عليه ومشوا خدوه وقفلوا البيت وسابوه. لا الراجل قفل البيت وبعد كده بفتره راح رجع قعدوا سكنوا فيه وعاشوا فيه بعد الراجل ما نفسيته تعبت فقال لك لا مش مرتاح للبيت وعشان ناس كبيره صح، خدوا بعضهم ايه وباعوا. اتفاجئنا بالليل في